شاد عاد بالذات لما عرض العمل أنا كنت موجودة هني طبعاً اتصلوا فيني عيالي من الإمارات تخيل قاعد يبكون من هذا المشهد ماما تمثيل لا ماما ليش موتوك ماما احنا شفناك متي لا في لحظة فكرنا لو انت لو صدق يعني انت ما تخيل انا قاعد اكلمهم وابكي العمل طبعا من عرضه بس هم قاعد يتابعونا فلا ماما لا يعني شوف حتى عيالي ما يبي يشوفوني اقول يا ماما تمثيل يعني لا تصدقوا فيقولوا لي لا احنا ما تخيلنا لحظة نتذبيرا لا إن شاء الله بعد أمر طويل بس في عندي سؤال أنا الحين يعني إحنا برنامجنا مثل ما أنت ملاحظة ما عندنا يعني التزام شيء معين نسأل أسئلة نفس ما يعني يدير بدوانية عادية وأنتي تو قاعد تتكلمين عن الفن وعن مجال الفن وعن اختيار الأدوار لو ردينا بالبداية بالبداية أنت شلون أقدمتي على هذه خطوة التمثيل وليش أنا أصلا أنت شخصية يعني عفوا تحبين تمثلين عندك طاقة بتحبين تطلعينها وشفت إن التمثيل قريب لك؟ أنا بداياتي ما كانت بالكويت كانت بالإمارات وبدايتي بالضبط كانت مسرح الطفل مسرحية أطفال يعني أنا جداً قريبة للطفل جداً يمكن هذه معلومة مو الكل يعرفها أصلاً أنا كنت مدرسة فأنا أعشق شيء اسمه الطفل يعني عشان تي أدوارك أمومة يمكن عشان عندي عيال تقريباً عرفنا شيء عرفت شلون فأحب الأطفال جداً يعني السن هذا من عطني من 8 لين 12 سنة كذي عموما أنا كنت أدرس المرحلة هذه الابتدائية يعني فجدا ممتع مسرح الطفل جدا يعني واشتركت أنا وأختي طيف بعد بالإمارات مسرح للكبار يعني وهم جمهورنا كان حلو أنا لما جيت الكويت صدفة أنا كنت جاية أزور طيف كانت مخلصة من دارة الأيام و في مسرحيه بعد يعرضونها كلك نظر يمكن كلك نظر أيوة. ايوه هذه انا مجرد زياره اشوف طيف ورحت لها بس علشان اشوف طيف فانا كنت يعني بس مجرد زياره لاختي يعني ف كان في عمل مطروح عليها اللي هو خطوات على الجليد هذا العمل جدا اعشقه وايد احبه لان بدايتي بالكويت يعني نقول دراما فالأخ منير يعني الحين طبعا مخرج قال لي ايش رايك تمثلين؟ قلت له ها؟ لا يا منير انا يعني شوف اختي بروح شنو التمثيل ما التمثيل بعدين انا رايحه مع اختي تعب الصبح ولليل واقعد وعيد كم من مره ما يخرج كنت مستانسه بس على المسرح وما كان في بالي شغل ما شغل انا بس مجرد مسلسل وإيه ف قال لي انت بس اقري طبعا الدور كان هو العمل 15 حلقه اوكي فانا كان عندي 14 تقريبا بطوله يعني ايوه ومآسي وام وولدها ومخدرات وبكي وحزن ليش منير؟ منير ليش يعني اول مره ليه يعني ليش طلعوني كذي؟ وعوده بالسن كل هذا بدايه عوده وحتى مو نفس ادواري اللي الحين يعني ترسوني من هني لين هني شيء ابيض حطوا لي يعني وكانت اختي فرح الله يذكرها بالخير فرح البحرينيه والمخرج كان محمد دحام الشمري فكان يقول لي منير لا بس ثاني يوم يعني دحام يبي يشوفك والكاتب يبي يشوفك صدق كاني انا داخله امتحان أنا يعني تخيلت عمري حطوني بحجرة محمد بدر الكاتب قاعد على جنب لابس نظارة مسوي كذي يعني قاعد قاعد يشوف أنا يعني شنو بسوي وإحنا قاعدين على الكرسي أنا والدحام على أساس إن الدحام هو دور الولد ولدي وأنا الأم وعشوائيا طلع من غير ما نعرف شنو هذا مشهد اقري أمل قريتي يلا انا الحين ولدك سوي شو احنا قاعدين واحنا قاعدين ابوي انت تعرف وانت احساسك ان في واحد قاعد يطالع فيك كذي زاد التوتر اي كذي قاعد يرسم شخصية انا قاعد اقول يا رب شو يطالع فيني يعني يعني هل كيف بتكلم ولا شلون ولا شنو بالضبط قاعد يطالع يعني جدا شلون ارضيه لا اي شلون انا قلت
تعرفين شلون تسوي نفسك ما تشوفين وقولي شوتي يقولي يعني. وكان مشهد حزين حزين جدا، فلازم يعني تضبطين الرياكشن والتشيلي اي طبعا ايامها طبعا انا ما كنت اعرف شنو الرياكشن وشنو بيسوون الكلوب شنو انا الحين بقول كأم يعني. وسويتها وكان في بكي يعني حزن الام وهي تتكلم، ونجحت في الامتحان. كان يقول لي خلاص اعتمد انت معانا، اللي كان شيخه واظن يسموها نوره يعني الام. بس كان عمل جدا حلو اتذكره لين الحين، وجمال الردهان ونخبه كبيره هو يعني. مبين من طريقه كلامك اصلا، حتى المخرج والكاتب ومنير الزعبي اللي الحين هو صار مخرج كبير ما شاء الله، الكاست كله كان مميز. بس مبين من طريقه كلامك ان انت صدق يعني عاشقه هذا الموضوع وايد يعني. انا اتمنى اقول لو ينعاد راح اسوي بطريقه ثانيه. الله ما شاء الله يعني لو اي طبعا لو ينعاد اكيد يعني. تعرف اول مره يعني الايام الاولى كان في شويه رهبه. وعموما انا ما اعرف يعني، انا كنت خايفه من المصور، فانا اسمع يقولون ميديم، ترى انا ما ادري اطش بالزفه قاعده بقول المشهد، انا لا ادري ميديم ولا ادري شنو لون ولا ترى كل المصطلحات ما اعرفها. فطبعا تعرفين هذه بالسايزات الملابس بس تعالوا شوت. فانا كنت ملاحظه ان المصور نعيد، تعرف شلون انا ما اعرف الميديا من وين يقولون لين وين او شلون او قعدتي او. فرحت حق المصور على جنب، الله يذكره بالخير الاستاذ رمضان علي، استاذ كبير طبعا. فقلت له استاذ الله يخليك لا تزعل مني، انا اول مره ترى والله ما اعرف شلون الميديا، ما اعرف شلون اللون، ما اعرف شلون يعني شوي شوي يعني يوم يومين بتعلم، انتم بس اول مره قولوا لي كذي كذي ورا. قال لي لا لا خذي راحتك وكذي. يعني انسان فنان صراحه رمضان، وتعلمت شوي شوي كبير. دخلت بالجو شوي صح شوي صح. طبعا فنانه امل احنا مستمرين معاك، وبس عندنا شيء صغير كذي بنعرضه عنك شيء حلو الحين راح تشوفينه. شباب وبنات اللي قاعدين يتابعون طبعا احنا مستمتعين وايد بالحوار الجميل اللي قاعد يدور بيننا وبين الفنانه امل، بس خلونا نطلع هذا التقرير الصغير ونرجع نكمل سوالفنا. اكيد ردينا معاكم ومع الفنانه الحنونه ما شاء الله عليها، صد صدق حنونه على الشاشه وكاهيه قدامنا لايف وتسلم عليكم اللي بالفيسبوك كلكم وصلت لهم فردا فردا. بس بغيت اسالك فنانتنا او خلينا نقول اختنا، الفنانات الجدد اللي توهم داشين بالساحه لما يشوفون فنانه قديره نفسك تعطيها بعض الملاحظات، يعني تقول لها مثلا سوي كيت لا سوين كيت، شلون تتقبل هذه الفنانه منك او شنو شايفتها؟ يعني والملاحظات عفوا نو بس تكمله حق كلامك، ان الملاحظات ما تكون شخصيه، تكون ملاحظات خاصه بالدور نفسه. الدور اي طبعا. بصراحه احنا لاقينا وايد صعوبات يعني انا بالذات يعني، خصوصا انا اهتم بالجروب اللي معاي بناتي عائلتي تهمني جدا يعني، عرفتي شلون؟ فصادفني وايد يعني البنات الصغار
فمثلا امسكها على جنب حبيبتي مو كذي احنا مثلا مستوانا الاجتماعي بالقصه فقره صح. فاحنا نلبس اشياء عاديه الشعر مرفوع مخطوط فوق ماكو مكياج فاونديشن مطلع يعني ماكو رموش ماكو اكستنشن ماكو جناب ماكو ماركات زين يعني في وحده انا يعني تفاجات قبل سنتين ثلاث يعني قلت لها يعني كان عندها مرحلتين من يعني في حياتها انها تغير مرحله تكون على شكل ومرحله ثانيه تكون شكل ثاني والمرحله الاولى ان رايلها دائما يعيب عليها انت وريحتك ودراريعك والسوالف هذه يعني المفروض انها تكون وحده وايد قرف بهدله خدام عارفه كيف؟ اي تتفاجئين تركيب الاظافر والرموش والقصه واللون وحطت الحزام يا ماما احنا ناس طايح حظنا عيل شلون اذا صرتي بالمرحله الثانيه إيه؟ شنو بتسوي؟ لحظه انت عندك مرحله ثانيه عشان ترضين زوجك بعدين بتروح الصالون وبتسوي ايش راح تسوين؟ ما راح يكون في تغيير كلش هذا المكياج اللي انت حاطته شنو التغيير اللي بتسوينه؟ ثاني راح تسوي عمليه تجميل تصير هيفاء وهبي انت تخيل ايش ردت علي؟ قالت لي ما حد قال ما حد يقول لك هذا شيء بديهي قلت لها يعني منو بيقول لك المخرج ولا المنتج ولا النص احنا بني بنزورك في البيت انت خذيتي وقريتي المفروض انت تعرفين احنا عائلتنا شنو او انت شنو وضعك يعني افهم من كلامك ان في نقص ثقافه لا مو نقص ثقافه مو الكل انا ما تكون قاريه عدل مش ملمه يعني سوري يعني البعض خاصه البنات الصغار يعني ما اقول لك الكل في بنات مو الكل صح يهمها المظهر أيوة. يهمها تكون حلوة جميلة مكياج اكستنشن حطت لي رموش ما ادري شو مسويها في مثل يقولون الحلو حلو لو قاعد من النوم والجيكر جيكر لو تكشخ كل يوم يعني انت تهتمي بالدور صح. مو مهم حتى لو ما تطلعين حلوة عرفتي يعني حتى لو ما تطلعين حلوة يعني انا من الناس اللي دائما يشوفوني برا يقولوا لي انت بالطبيعة اجمل من التلفزيون وفعلا انا بالتلفزيون مو حلوة على فكره يعني عادي بس ما اهتم اهتم لما تي وحده تقول لي الله الله دورك هذا مو ما تي تقول لي شعرك عينك وين سويتي تركيبه الشعر لا لا لا, 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 لا خايفه على شغلك اي يعني مو مهم عندي انا شكلي يعني مو مهم المهم انا اتقنت الدور ولا ما اتقنت زين هذا كان هذه كانت عندك مشكله بمسلسل الجليب هذه المشكلة واجهتيها انت بمسلسل الجليب ان انت كنتي الدور اللي ماخذته ام حق بنات والبنات اللي كانوا وياك المفروض انه يكونون بالحقبة اللي هي الزمنية القديمة وانا تكلمت طبعا وانتقدت الموضوع هذا برمضان حتى اللي بالفيسبوك والناس اللي تتابعنا وهذا كانوا قاعد يتابعونا ويشوفون ان احنا شنو نطلع الاخطاء على جميع المسلسلات كانت عندك الاخطاء هذه ان البنتين اللي كانوا وياك كانوا اوفر فشنو كنت تواجهين المشكله وياهم؟ شو تقولين لهم؟ انتقادات الناس اهم شيء كانوا اوفر انت تبي حدث اي لا لان 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 صدق يعني احنا كنا قاعد نقول حتى واحده منهم كانت يعني لدرجه من كثر ما عندها اخطاء جنطه الفي بال والله شوف الماكير ما قصر معاهم ووجههم وحتى ام سوزان ما قصرت وقالت بس انت تعرف احيانا احنا مشاهدنا بيتنا ما تكون مثلا ام سوزان موجوده معانا صح احنا نشوت بروحنا صح بس الماكير عموما قال واحنا قلنا يعني تصير عدم مبالغة من الاعذار اللي انا سمعتها منهم والله انا مسلسل قاعد اصور مسلسل ثاني مطلوب مني رموش اظافر عرفتي؟ اوكي في فممكن في لا ما تقول بس الرموش هذه اللي تركبت ان شاء الله تقدر تركب لا هي يمكن حاطه من اللي يركبونه مو باللي هذا فالمفروض انت تصيرين ذكيه ما تحطين شيء ثاني بالضبط شيلي وحطي عرفتي شلون؟ صح ما تعب حتى الاظافر ممكن تركبين او يعني احنا على موضوع التفخ احنا قلنا امنا بالله ما تقدر تضبطهم عشان هذا لكن لا العمليات صارت شيء عادي نفس الموضه يعني امل قبل لا نتعمق بندش الاسئله في سؤال كنت بسالك اياه قبل لا نطلع تقرير اللي حطوه عنك ما تلاحظين انت تو سولفتي عن خطوات على الجليد ان شلون الكاتب قاعد وحاط ايده على النظاره وانت كنتي برعب حيل هذا شيء وايد حلو انه يكون في انه يكون الشخص دقيق على الشخص اللي بديش يمثل. الحين انا ما ادري انا ما دشيت بالتمثيل بس الحين انا احس انه ما في هالشيء، كله على قولتك تشوت دش. اي صح. هذا صح اللي صاير الحين؟ اي صح. ما في نفس اللي انت اول ما جيت الكويت على ايام قبل دارت الايام وخطوات على الجليد يكونون دقيقين ويشوفون انت صدق كاريزمتك تنفع حق تمثيل او لا.
لا الحين احس شوت يلا دش أيه. نبي ممثله نبي ممثل اي احد يلا يمكن يعني بعض الممثلات طبعا لهم تاريخهم ومعروفين ما يحتاج ان يبونهم يشوفونهم هذا انت تعرفينها بس احنا نصادف وجوه جديده اليدد. ما كنت اشتغلت من قبل